بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. الحلقة دي تشرح لك ازاي تعمل حمل دائري على برنامج الساب 2000. الامر ده مش موجود في برنامج الساب اساسا، فهو انا من تطويري. فانت اول خطوة روح على اللينك اللي هو تحت الفيديو عشان خاطر تنزل الامر عندك. ده هينزلك عبارة عن انستولر. لما تشغل الامر ده ممكن يطلع لك رسالة تحذير زي بالمنظر ده كده، بس اقول له اي اندرستاند، وبعد كده اقول له ران اني واي. فكده يبدأ يعمل انستول عشان خاطر ينزل الامر ده في برنامج الساب. هتقول له اي اكسبت وانستول، هيطلع لك رساله برضو ده تاكد عليك ان انت عايز تنزل البرنامج ده. كليك يس، كده هو هيبدا ينزل البرنامج بالنسبه لك. كده اصبح عندك البرنامج. لو شغلت برنامج الساب هنعمل خطوه بسيطه عشان يشتغل معانا. دلوقتي هنيجي في برنامج الساب، ويكون عندك الاصدار اللي هو اصدار رقم 16 او اصدار رقم 17، وتروح على تولز وتقول له اد شو بلجن. دي عشان خاطر تضيف اي بلجن في البرنامج، تكتب هنا الاسم بتاعه. ففي حالتنا احنا هو اسمه ساب 2000 plugin underscore m علي underscore curve load، وبعد كده حرف ال v version يعني، واكتب اما 16 او 17 حسب الزر اللي انت فيه. فانا هنا 17، يبقى انا هكتب هنا 17. بعد كده المنيو تكست ده اللي هو الاسم اللي هيطلع لك في القائمه، مثلا اختار curve load وبعد كده add. فلو اداك هنا اوكي معنى كده ان الامر اتحمل بصوره جيده. وانت مش لازم تعمل الخطوه دي كل مره، تعملها مره واحده كده خلاص هيفضل موجود معاك. فدلوقتي لو رحت على القائمه مره ثانيه هتلاقي عندك كيرف لود، بس طبعا قبل ما اشغله لازم اختار كاميرا عندي موجوده. فانا عندي مثال، مثلا هشرح كده مثال عباره عن كاميرا فيها ثلاث بحور. فاختار مثلا الكاميرا بتاعتي، وبعد كده اروح على تول كيرف لود، وهنا بقى دي القائمه بتاعتي اللي هنعمل بيها الحمل. فعندي اول حاجه اللي هو التايب بتاع الكيرف نفسه. فانا هنا ضايف حاجه واحده بس اللي هو حمل بتاع القطع المكافئ او اللي هو البارابولا، لكن انا عامل سايبها برده قايمه عشان خاطر لو في اي حمل تاني دائري انت عاوز تضيفه ممكن تبعت لي وانا اضيفه قايمه بسهوله. بعد كده بتختار اليونت بتاعتك من هنا، وبتختار انت عاوز فورس ولا مومنت اللي هو الاتجاه بتاعك. انا حاولت بقدر الامكان اخليها شبيهه بالديستريبيوتد لود في برنامج الساب. وبعد كده عندك اد اور ريبليس، بعد كده الجزء المهم اللي هو المسافه والحمل، واختار ريلاتيف ولا ابسولوت. مثلا اختار ريلاتيف، هقول له عند الصفر بصفر، واقول له مثلا عند النص مقدار 3.5، وبعد كده عند الواحد اللي نهايه الكاميرا مقدار صفر. في بعد كده عندنا الريزولوشن اللي هو المسافه بين كل نقطه هياخدها على الكيرف. فانا هنا مثلا لو عندي كاميرا، لو انا شغال ريلاتيف الواحد من 10 كويسه، معنى كده انا هاخد 10 قيم على الكاميرا. لو شغال ابسولوت بتختار قيمه تكون مناسبه للطول بتاع الحمل بتاعك. فانا اقول له هنا كليك اوكي. فلو ما اديتش رساله تحذير او رساله خطا يبقى كده هو الامر اشتغل معايا، بس للاسف ما ينفعش اظهرها اوتوماتيك، فلازم تروح على display show load frame واختار الحاله اللي انت حاطط فيها، مثلا حاطط في الديد واوكي، فيطلع لك الحمل بالمنظر ده كده. فده الحمل بتاعنا اللي هو حمل اللي هو الكيرف بتاعنا. نعملها تاني على كاميرا تانيه، مثلا اختار الكاميرا دي واروح على tools curve load ويس. ممكن اغير محل التحميل هنا، لكن انا احط في الديت برضو، لكن المره دي هشتغل على الابسولوت. مش لازم عند الصفر ابدا بصفر، ممكن مثلا اقول له عند الصفر مقدار 2.10، وعند مثلا 1.5 كان مقدار الحمل ب2، واخيرا عند 3 كان الحمل بصفر. فدي كده عندي مسافات. وبرضو الريزولوشن بتاعي لو انا عندي 3 يبقى ممكن اكبره شويه، مثلا اخليه 0.25. اوكي، هتلاقي يدينك حمل تاني اللي هو حمل الكيرف، بدأ من 2.10. لو عملنا زوم على الحمل كده بدأ من 2.10 لكنها برضو عند الصفر. لو عاوز احذف اي حمل من دول ممكن تحذفه عادي خالص زي ما بتعمل في اي حمل موزع. اختار الكاميرا بتاعتك وروح على ساين فريم لودز ديستريبيوتد، واختار من هنا الحاله بتاعتك اللي هي الديت في حالتنا احنا، وبعد كده اقول له ديليت اكزيستنج لود. اوكي، هيحذف الحمل بتاعك بالمنظر ده كده. اتمنى تكون الاداه مفيده ليك، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.